ازيكم؟ كيفكم؟ اخباركم وحالكم؟ ان شاء الله طيبين على اتم صحة يا رب. مشتاقين فيديو جديد، حناخدكم معانا عشان السوبر ماركت نشتري حاجات شكل الابسام، مريح، حاجات مريحة جدا جدا. حس حاليا طبعا لابسة الشبشب، ماشى اغير والبس جزمة كده لطيفة برضو مريحة فلات. وخلاص يا مهند، مهند جاهزين؟ مهند بيلبس في يقين في الجزمة بتاعته، وخلاص بقينا ما بنشيلها في العجلة بتاعتها لأنها كبرت، بقينا بنخدها في العجلة بتاعت التسوق، وتشي حاجة حلوة جديدة يا جماعة. تخيلوا أنا يمكن من اتعلمت يعني تقعد براها، أنا من الزمن ذاك بخدها في العجلة بتاعتها، فدي يعني مرحلة حلوة شديد 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 إنك تكون ما مضطر إنك تشيل معك العجلة، إنك تخد البيبي بتاعك في العجلة بتاعت التسوق يعني. فيا ليتس جو. أين أنتم؟ لبس الجزمة ده؟ هاي ازيك؟ قول لهم هاي. الليلة انا وانتي مطقمين، لاحظتي ولا ما لاحظتي؟ عيانة شوية. طيب احنا شلنا اي حاجة من هذا لنا صح؟ ورقة الورقة وينها؟ بتاعت الحاجات؟ اوكي طيب تعالوا، عايزة اوريكم حاجة صغيرة انا قاعدة اعملها عشان لما اكون ماشية السوبر ماركت ما اقعد اسأل نفسي انا عايزة اجيب شنو، انا عايزة اجيب شنو. عندي الورقة دي معلقة في الثلاجة، وفي قلم هنا فوق ده القلم، فبخش اقلب في المطبخ كل ما تنقص لي حاجه بقوم بكتب الحاجه اللي انا عايزاها على طول في الورقه، ونهايه الاسبوع او متى ما احتجت الموضوع، يعني ما بستنى لحد ما الحاجه تخلص، لا بس يعني اول ما احس ان الحاجه خلاص ثلاث ارباعها خلصت بقوم طوالي بكتبها في الورقه، بعد ذاك بنجي نهايه الاسبوع نمشي نشتري الحاجات. ده الموضوع بخفف لنا موضوع انه نمشي السوبر ماركت كل مره كل مره، في النهايه بنمشي كل مره كل مره لانه حياه صغيره كده ما بنقدر نخليها. مشينا يلا ليتس جو. ابا تاني الا تاني معناها عنده الحركه دي بين عملين تاني هذا الفتح. اعتقد مفترض يكونوا تعودوا على المنظر ده انه احنا منتظرين الاسانسير. ايوه واحد راح يجي، شكرا الاخر ده اخر واحد ذاك this one yeah. ده الفتح في ريحة خمار صح ولا انا برايت؟ Yeah, بس ريحة الخمر بتاع الكسرة. اجيب البرتقال، انت تجيب الخيار، طماطم. بالتسوق ما قادرين نصور بيضاف لنا المحل زحمة شديد. أنا طبعا عندي التهاب عشان كده. بابا أنت جاي؟ أيوة بابا جاي. بابا مش هيجيب عيش. أبي أبي وين؟ انت اللي ما جبنا لك حاجه، لك بس بسكويت من المواعيد نوم الجاز، ما ينفع نجيب لك شوكولاته ولا حلاوه. زي ما شفتوا في الفيديو بجينا راجعين وجبنا الحاجات من السوبر ماركت. انا واحدة من الناس اللي ما بحب لما اجي راجع من حتة اخلي الحاجة لحد اليوم الثاني، او اقول كده ارتاح شوية وبعد ذاك اجي اصلحها. نو بحب على طول انه انا ارتب الحاجات اللي انا جبتها اول باول وادخلها اول باول. اي نو في ناس ما بيحبوا الحاجة زي دي، بس دي شخصيتي لان انا مقتنعة بالمثل اللي بيقول لك لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، وما تأجل اي حاجة تانية انت بتقدر تعملها سي حاليا ليه بعد شوية، لانه بعد شوية بتبقى أصعب وممكن تبقى معقد أكتر وممكن تنشغل عن حاجة تانية عنا أكتر.
ف get things first first. فلو لاحظتوا بترجوني ما بعد ما أطلع الحاجات من الكيس ما برمي الكيس كده أو مثلا بكرفسه، لا بطبقه، عندي طريقة معينة كده بطبقه له عشان بعد ذاك بدخله في الدرج. مهند sometimes بيساعدني، بس اليوم ذاك ما كان قادر يساعدني لأنه يقون الأيام دي طبعا بتمر بشوية مرحلة صعبة، عندها تسنين وبتحاول تمشي فبتتوقع كتير، وموضوع التسنين وكمان تغيير الجو، إنه الجو بدأ يبقى حار شديد هنا في السلطنة والسخانة، فباقي عليها التهاب وتسنين وعايزة تمشي وما قادرة تمشي، فشوية مرحلة صعبة عليها في حياتها. فكايند اوف بيجت دايما بتحاول انه يكون في زول جنبها، لازم يكون في زول جنبها يعني يا مهند، عشان كده حس حاليا زي ما شايفيني في الفيديو كنت بدخل الحاجات براي. وبمناسبة بانه كنت قاعدة ادخل الحاجات في التلاجة وكده، كان نفسي اصور لكم التلاجة بتاعتي، لكن التلاجة بتاعتي اليوم داك ما كانت نظيفة، وكان اليوم اللي بعده حنظفها، او دي المواعيد بتاعتها بتاعت النظافة، فما قدرت انظفها لكم. لكن حابة اقول لكم انه تلاجتي زي تلاجة اي زول في الحياة، عادية جدا جدا وطبيعية جدا جدا، فيها نص ليمونة في التلاجة، وعادي فيها بواقي عصير، وعادي فيها بواقي أكل، ما فيها أكل خربان لأنه أنا قاعدة أهتم بموضوع أنه ما يكون في أكل خربان في التلاجة، الحاجة دي بضايقني شديد، بالإضافة لأنها بتخلي ريحة التلاجة كعبة شديد، وبتخلي ريحة الأكل كعب، وكمان بتخلي الأكل ذاته يبوظ بصورة أسرع. لكن كان شكلها عادي يعني، أنا صراحة ما يعني بعد حسي حاليا وأنا بتكلم معاكم هنا، ما هي صراحة ما كانت وسخانة للدرجة دي، لكن الناس ما بترحمش في الإنترنت، فبطلت أشارك معكم حاجات زي ما كنت بعمل أول أيام، لأنه people comments ما حقول إنها not affecting me لأنها قاعد تأثر علي، وده شيء طبيعي. فبطلت أشارك معكم حاجات كثيرة، وبطلت أدخلكم في تفاصيل كثيرة، لأنه بالتفاصيل اللي أنتم بتعرفوها some people start to يهاجموني and pulling me. And I'm not saying إنه أنا حبطل مثلا أشارك معكم كل الحاجات، لكن على قدر ما أقدر ححاول إنه أنا أحمي نفسي. لكن يا بس حبيت أوريكم إنه تلاجتي عادية يعني، فيا بس حبيت أذكركم بالحاجة دي، إنه تلاجتكم is just perfectly fine، والتلاجات اللي أنتم بتشوفوها somewhere else في فيديو زول تاني أو كده بيكون هو already رتبها قبل كده وأخذ احتياطات كثيرة يعني. ف حبوا حاجاتكم زي ما هي، وحبوا بيوتكم وحاجاتكم اللي انتوا عايشين فيها زي ما هي، because they are beautiful، وهي بالنسبة لناس تهنين نعمة كبيرة وحاجة ما عندهم. وبس ده كل كنت حابة أقول لكم وأذكركم به في فيديو الليلة، لحد ما ألاقيكم في فيديو جديد ونسة جديدة، أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا ولو بمعلومة بسيطة، لحد ما ألاقيكم في فيديو جديد ونسة جديدة وحاجات تانية أطيب. أبقوا طيبين ومع السلامة.